معدلات التهديف شايفها مناسبة ليك في أول سنة؟ ويمكن الحاجة المميزة محمد إن أنت تقريبا هدفت في الأقوى الفرق، يمكن هلال، النصر، الاتحاد، وكلمنا مخصوص عن الهدف الأخير اللي أحرزته مع نهاية الموسم. بص يا احمد، يمكن انت معدل التهديف مش وحش ومش حلو، هو معقول بالنسبه برضو اللي انت بتلعب مثلا في فرقه في منتصف الجدول، طبعا مع احترامي للفرقه اللي انا بلعب فيها اكيد يعني، بس انت برضو انت مش بتلعب مثلا في فرقه من اول اتحاد، مركز ولا تاني مركز، النصر، فاهم؟ فبالظبط الهلال. انت ما بتلعب في الفرق اللي هي التوب فور دي، اكيد هيبقى تتحاسب لو انت عدد اهدافك قليل. فانا شايف ان عدد الاهدافي مقبول يعني، مش احسن حاجه طبعا، ممكن كان يبقى في احسن من كده شويه، بس هي زي ما قلت لك هي في ظروف، ممكن ظروف غصب عنك خارج ارادتك، بس انت بتحاول تشتغل وبتعمل عليك وبتجتهد. دي بخصوص نقطه اهداف. خد بالك، انا جايب حوالي 6 جون اوف سايد كمان، انت جايب جون يعني، انت رايح على جون كتير، فاهم؟ ليك محاولات او كتير على المرمى كتير. ممكن انا في اوقات ممكن انا مثلا استعجل اجري بدري شويه، ممكن زميلي يتاخر شويه، فهي يعني اجمالا انا شايف ان الموسم اللي انا عامله مقبول يعني. يمكن احرزت في اغلب انديه القمه الهدف يمكن المميز. يمكن الحمد لله انا برضو يعني جايب في كل الفرق الكبيره، جبت في شباب، في اتحاد، في هلال، في الوحده، جايب فرق كبيره فاهم، وعامل اسيستات برضو ضد الاتفاق، وجبت جون في النصر اتحسب يعني. الواحد مجمل يعني انا راضي بصراحه الموسم الاولاني يعني. هدفك الأخير بقى، ويمكن كان فيه شوية يعني لمسة جمال كده، فنيات شوية من الأهداف المميزة ليك يا محمد في الدوري السعودي السنة دي. يمكن انا اعتقد من احسن الاهداف يعني، هو كان في حاجه يعني حاجه كويسه انا حاسس ان انا عملتها يعني، كان خدت قرار في وقت صغير، ان الحاجات دي طبيعي ممكن كنت اشوط مش عارفه ايه، بس انا حسيت ان هي ممكن تبقى صعبه، فالحمد لله يعني توفيق من عند ربنا. الأندية السعودية شايف إن هي أقوى واستثمار مهم جدا، لعيبة على أعلى مستوى، ومع ذلك الأندية السعودية كانت بعيدة عن منصات التتويج في البطولات الآسيوية السنة دي، إيه السبب في كده؟ خالص انت على فكرة، انت حتى قبل كده، قبل لما كان الدوري ما كانش قوي، كان دايما الهلال والنصر كانوا بينافسوا على آسيا يعني، فمالوش علاقة يعني. سيطرة الهلال على الدوري شايفها ازاي؟ الفريق الأفضل رغم إن كل الأندية دعمت يعني، فرقة زي النصر بالإمكانيات، الأهلي، اتحاد جدة، ومع ذلك كان في فرق كبير ما بين الهلال وباقي الأندية في الدوري السعودي يا محمد. طيب يمكن هو كله زي ما انت قلت دعم، وكلهم عندهم لعيبه كويسه، بس هو بيفرق ان في فرقه مثلا بتركز اكتر، بتجتهد اكتر، بتشتغل اكتر، فاكيد الهلال اشتغل وتعب، اكيد كان عندهم طموح ان هم يحققوا حاجه كويسه يعني. ممكن انت غيري فاهم، انت فرقه انت عندك امكانيات وانا عندي امكانيات، بس انا ممكن يبقى عندي الرغبه اكتر منك، فده اعتقد الفرق يعني. علاقتك بلعيبة الخليج ومين اللعيبة القريبة ليك واللي كانوا دايما زي ما بيقولوا كده بيهونوا عليك شوية ان انت بعيد عن اسرتك، لعيب محترف برضو لا الاحتراف لا لا، من اول يوم رحت السعوديه ما فيش الكلام ده، كان ان انت عارف طبعا احنا عرب، انت مش جاي من الدنيا اوروبا، قريبة. فالدنيا موضوع عادي جدا يعني، بس مين اقرب اللعيبة ليك في الخليج؟ لا لا كتير، كلهم والله كلهم كويسين واصحابي يعني، ما فيش حد يعني.